الجهاد الحق، مفاهيم السلام والتسامح واللا عنف في الإسلام. تأليف وحيد الدين خان. في هذا الكتاب حركات الجهاد في العصر الحديث، أوامر الحرب في الإسلام، الفرق بين العدو والمعتدي، الإسلام واللا عنف، السلام في القرآن الكريم. لم تستعمل كلمة الجهاد في القرآن الكريم بمعنى الحرب والقتال، بل بمعنى النضال بكل الوسائل السلمية الممكنة لنشر الدعوة بالتبشير والموعظة الحسنة وضرب المثال الصالح. ولا يمكن التخلي عن طريق السلام إلا عندما لا يوجد خيار آخر، كما في حالة رد العدوان والدفاع عن الأمة. الجهاد الحق دليل المسلم إلى فهم الجهاد الحقيقي من خلال الدعوة الصحيحة. هذا الكتاب متوافر في جميع فروع العبيكان وموزعيها في المملكة والعالم العربي. كتب مميزة. كتاب الجهاد الحق. العبيكان للنشر، نلهم المعرفة.